وقلت انه الراجل يقول للغول عينك حمراء وانت هو موجود، انا ما ينفعش بقى حسن مبارك بقى يعني في المستشفى في السجن اقعد اشتمه. فانا حسن مبارك اعتقلني 3 مرات في عهدي. اعتقلك 3 مرات؟ 3 مرات بجد؟ 3 مرات في عهدي، ومع ذلك بطلع بقول محدش يشتمه. ولما اتشتم حسن مبارك اعتقلك ليه؟ شوفي، اول مره ضربت زكي بدر كان وزير الداخليه بالجزمه. بجد والله؟ اه والله. ضربته ولا حدفته؟ لا بالجزمه. شعب الحزب الوطني وهم بيسقفوا عشان زميلهم انضرب بالجزمه جوه مجلس الشعب، امال في الشوارع هيحصل فينا ايه؟ تاني مره ضرب السفير الاسرائيلي في قلب محكمه جنوب القاهره. بس مش زكي بدر ده كان قوي قوي؟ بالظبط كده. تالت مره علشان قلت مبارك زكريا عزمي خارب البلد، فلفقوا لي قضيه بتاعت سيد نوفل، والشاهد اللي فيها عربيه ضربته ومات، واللي قفل عليها الاوضه، خلي بالك قفل عليها المكتب وجاب لي الشرطه من غير ما اعمل حاجه، ده اللي انتحر، امين عام مجلس الدوله اللي انتحر قريب، قضيه الرشوه اللي انتحر، وربنا شغال يعني تمام. فعايز اقول لك، طب دفعت عنه ليه بدل اعتقلك 3 مرات ظلم؟ لانه انا ما دفعتش عنه كمحامي. اقول تاني والناس كلها لازم تبقى عارفه، اول واحد او اول محامي حسني مبارك كلمه يبقى المحامي بتاعه كان مرتضى منصور. حبيبي بصير، حبيبي العدلي كلمتني السيده الهام شرشر زوجته يوم ما اتقبض عليها بقى المحامي بتاعه واترفض. قناه الحياه ذاعت الكلام ده. ليه؟ واعتذرت. لانه في اسباب اقول لك ده ليه وده ليه. حسني مبارك كلمني بنفسه وطلب مني ابقى المحامي بتاعه، وكلمني من شرم الشيخ من تليفون الاخ المجدي راسخ نسيبه ابو هيت علاء مش كده؟ ودول كلهم سامعيني والرئيس قلت له يعني ممكن يقول ممكن ما حصلش يعني. فانا اعتذرت له قلت له ما اقدرش لاني بطلع بتكلم عنك كويس، بقول ليك ايجابيات وليك سلبيات، وعبد الناصر ليه ايجابيات وسلبيات، والسادات ليه ايجابيات وسلبيات، يعني كل بني ادم ليه بس في ما عدا مرسي ده اللي كل سيناته سودا سلبيات في سلبيات، عشان كده كان عايز يقتلني كويس. فانا اعتذرت له، فالراجل طبعا يعني زعل شويه، قال لي طب يعني شكل لي فريق دفاع. فاول واحد كلمته الاستاذ رجاء عطيه، لان انا كان عندي معلومات ان هو محامي جمال مبارك قبل كده ايام ما حسني مبارك كان موجود، وهو الرئيس عينه في ادو مجلس الشورى لما كان محامي الولدين. فاستاذ رجاء اعتذر، كلمت الاستاذ فريد ديب وكان بقالي سنين طويله ما بكلموش. يا حضرتك اللي كلمت له المحامي؟ اسال فريد ديب. فكان يوم جمعه بالليل، كنا حوالي الساعه 11 بالليل، فوجئت ان انا قلت فريد ديب هيرفض، اولا الخلاف اللي كان بيني وبينه دايما واخد بالك، مش كده مستغرب، وحساسيه القضيه كمان. فلقيته بيقول لي من عينيا يا حبيبي. انا قلت عينيا كده، طب والله انت خش ده انت جريء قوي. فكلمت الرئيس من نفس تليفون مجدي، قلت له انا كان فريد ورشحته وده تليفون فريد، وقلت لفريد ادي تليفون الرئيس، وحصل الكونتاكت وبقى المحامي بتاعه. فعايز اقول لك انه ما خفتش يتقال ان القضيه كبيره عليك مثلا؟ هو يعني بكون يوم طالبني واحمد عز بعت لي زوجته عبله الاولى دي عشان ابقى المحامي بتاعه لا خفت قصدي تخسرها يعني؟ ما انا ما خدتهاش يعني، خفت يعني، لا ما يعني مش عايز اقول لك يعني لا اقنع فريد دي في المحاماه، يعني فريد دي محامي شاطر وكل حاجه، وزي محامي كتير شطار محمد ابو شقه. ما رفضتها، حسيت انك ايه هتبقى؟ لا يا فندم ما اقدرش اخد قضيه انا بطلع بتكلم عنك بشكل كويس. خلاص؟ هيقول لك اصل الهام ادت الهام محاميها ودفعت فلوس، لو قلت ما خدتش ولا مليم، انت عارف الناس ما بتصدقش. فبقى اذا كل اللي انا قلته عن حسني مبارك ايجابي كان بسبب ان انا ولا كنت شايف انه غلطان في الشعب؟ لا 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 خالص خالص لا.